مع اعزائي الطلاب واهلا وسهلا بكم من فضائيه العراق التربويه وفي درس جديد من دروس ماده الفيزياء للصف الرابع العلمي أعزائنا الطلاب اليوم ونكمل وياكم الفصل السابع من المرايا وفي الدرس الثاني اللي هو حنتكلم بيه عن المراية الكرويه عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه بالدرس الماضي تكلمنا عن المرايا المستويه وعرفنا ما هي صفات المرايا المستويه وشون تتكون المرايا العفو الصور في المراية المستويه تعالوا يانا يعني اليوم نشوف شنو معنات المرايا الكرويه كنا أعزائي الطلاب لو ناخذ ملعقة طعام ونلاحظ نلاحظ صورتنا بها إما من الوجه المقعر أو من الوجه المحدد لملعقة الطعام طبعا هاي ملعقة الطعام هي تعتبر كأنه المراية الكروية فتعالوا عزيزنا الطالب نشوف شنو معنات المراية الكروية المراية الكروية هي المراية التي يكون فيها السطح العاكس هو جزء من سطح كرة مجوفة فإذا كان السطح العاكس هو السطح الداخلي سميناها بالمرآة المقعرة وإذا كان السطح العاكس هو السطح الخارجي سميناها بالمرآة المحدبة يعني المرايا الكروية هي عندك كأنه كرة مجوفة وهذه الكرة المجوفة إذا ينعكس الضوء من السطح الداخلي حسميها آني بالمرايا المحدبة وإذا انعكست عفوا بالسطح الداخلي بالمرات المقعرة وإذا من السطح الخارجي لها هي بالمرآة المحدبة إذا تعالوا يانا يا عزيزي الطالب نشوف نتعرف على كيفية تكوين صور في هذين النوعين يعني سواء كانت في المرايه المقعره او في المرايه المحدبة طبعا بالبداية لازم أنا وياك نتعرف على بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة في المرايا الكروية يعني سواء كانت المرايا الكروية نوع محدبة أو من النوع المقعرة فأول مفهوم لازم أعرفه هو مركز تكور المرآة وارمز له بالرمز سي شنو مركز التكور؟ هو مركز الكرة الذي اقتطع منها سطح المرآة هنا تعالوا يعني نشوف عزيزي الطالب بهذا الشكل الأمامك هذا هي المرآة إذا أكمل هاي المرآة هو شنو حصر عندك كرة هنا مركز هذه الكرة أنا شو حسمي أسمي مركز تكور المرآة أرمز له بالرمز سي قلنا هو مركز الكرة الذي اقتطع منها سطح المرآة نجي إلى المفهوم الآخر هو قطب المرآة وأرمز له بالرمز في، قطب المرآة نرمز له شنو؟ بالرمز في، هو شنو؟ هو النقطة التي تتوسط سطح المرآة الكروية، هذه المرآة الكروية، النقطة اللي تتوسطها شو أسميها أني؟ أسميها قطب المرآة في. أي هو النقطة التي تتوسط سطح المرآة الكروية، نجي إلى المفهوم الآخر هو المحور الأساسي للمرآة، المحور الأساسي عزيزي الطالب هو يتمثل بالخط الواصل عزيزي الطالب بين من؟ بين مركز التكور وقطب المرآة. يعني هذا الخط اللي يوصل بين مركز التكور وبين القطب شو اسميه؟ المحور الاساسي للمرآة، إذا المحور الاساسي للمرآة هو الخط الواصل بين مركز تكور المرآة وقطبها. نجي إلى المفهوم الرابع عزيزي الطالب نص قطر تكور المرآة وطبعا أرمز له بالرمز كابتل آر هو نصف قطر الكرة التي اقتطع منه سطح المرآة أنا وياك عزيز الطالب قلت لك لو أكمل هذا الشكل كل شيء يكون عبارة عن كرة إذا هذا ايش حيعتبر يعتبر نصف قطر الكرة اللي اقتطعنا من عدها هذه المرآة فأرمز له بالرمز شنو R إذا نصف قطر تكور المرآة هو نصف قطر الكرة التي اقتطع منه سطح المرآة، نجي عزيز الطالب إلى المفهوم الآخر بؤرة المرآة وارمز لها بالرمز F، هي نقطة واقعة على المحور الأساس للمرآة والناتجة من التقاء الأشعة المنعكسة عن سطح المرآة أو امتداداتها والساقطة أصلاً بصورة موازية للمحور الأساس. يعني شنو؟ عندي هاي الأشعة عزيزة الطالب تشوفها شو تكون؟ تكون ساقطة بصورة موازية لمن؟ لهذا المحور الأساس. فوين تلتقي اما تلتقي الاشعه المنعكسه او امتدادات, هاي امتدادات الاشعه المنعكسه تلتقي في نقطه اسميها اني بالبؤره هذه الامتدادات لو اجي اشوف هذا الشكل الامامي عزيز الطالب هذا هو الاشعه المتوازيه او الموازيه المن للمحور الاساس وباع هذه الاشعه اللي انعكست من سطح مرآة وين التقت؟ التقت في نقطة أني يعني اللي سميتها البؤرة، إذا البؤرة هي نقطة التقاء الأشعة المنعكسة أو امتداداتها، وطبعا يا أشعة اللي تسقط بصورة متوازية أو موازية للمحور الأساسي. نجي عزيز الطالب شنو معنات البعد البؤري طبعا البعد البؤري ارمز له بالرمز سمول اف هو البعد بين قطب المراه وبؤرتها هو البعد بين قطب المراه وبؤرتها والبعد البؤري لتكور المراه يساوي سمول اف يساوي واحد على اثنين من ار يعني يساوي نصف قطر الجزء الكروي نصف قطر الجزء الكروي، هذا من هو؟ البعد البؤري، عزيزي الطالب، هذه هي المفاهيم الأساسية اللي لازم أنا وياك نعرفها هنا هسه اجي لكي احدد او لاكون صوره متكونه بواسطه مراه كرويه لازم انا عندي ملاحظتين مهمه جدا، يعني سواء كانت مراه مقعره، مراه محدبه، لازم عندي ملاحظتين مهمه شلون اكون بها صور المتكونه في المرايا الكرويه. اول ملاحظه عزيز الطالب هي انه الشعاع الضوئي الموازي الشعاع الضوئي الموازي لازم إذا كان بصورة موازية للمحور هنا الشعاع الضوئي الموازي للمحور الأساسي للمرآة المقعرة ينعكس مارا ببؤرتها الحقيقية أما الشعاع الموازي للمحور الأساسي للمرآة المحدبة فينعكس بحيث امتداده يمر ببؤرتها التقديرية إذا هذه ملاحظة جدا مهمة أي شعاع ضوئي موازي للمحور الأساس في المرايا المقعرة وين ينعكس يكون مارا في بؤرتها أما الشعاع الموازي للمحور الأساس للمرآة المحدبة فوين يمر؟ يمر بحيث امتداده يمر في بؤرتها هنا الملاحظة الثانية عزيزي الطالب لازم نعرفها أن الشعاع الضوئي أو امتداده المار في بؤرة المرآة ينعكس موازيا لمحورها الأساس يعني أي شعاع ضوئي من يكون يمر في البؤرة فمن ينعكس شي يكون يكون موازي بعو هذا الشعاع مر وين بالبؤرة فإذا شي يكون هنا موازي لهذا المحور الأساسي النقطة الثالثة اللي لازم أنا أخليها بنظر الاعتبار أنه الشعاع المار بمركز تكور المرآة المقعرة يرتد على نفسه شوف هذا هنا أنا عزيزي الطالب هاي عندي مرآة مقعرة زين وهذا إجاني الشعاع الضوئي فأي شعاع يمر بمركز التكور اللي إحنا رمزنا له بالرمز سي فحي من ينعكس ينعكس يرتد على نفسه أي يعني حيكون عندي إن الشعاع المار بمركز تكور المرآة المقعرة يرتد على نفسه بعد الانعكاس والشعاع الذي يتجه نحو مركز التكور المرآة المحدبة ينعكس على نفسه أيضا إذا عزيز الطالب ثلاث ملاحظات جدا مهمة ذكرناها أي شعاع يكون بصورة موازية من ينعكس وين ينعكس في البؤرة وهنا قلنا أي شعاع يمر بالبؤرة من ينعكس شي يكون موازي للمحور الأساس، وأي شعاع من يسقط يمر بالمركز التكور، من يرتد يرتد على نفسه. آه عزيزي الطالب، هذه هي ملاحظاتنا المهمة في تكوين آه صور في المرايا الكروية. إلى هنا عزيزي الطالب يخلص درسنا لهذا اليوم آملين على أن نلتقي معكم في حلقة جديدة وفي درس آخر من فضائية العراق التربوية